هلا شباب نحكي على في شيء اسمه الفيربلايزيشن. شو معنى فيربلايزيشن بالانجليزي؟ ما هي بقول نعملها فيربلايزيشن يعني ننطقها. هلا احنا في عندنا ايش؟ في عندنا دايجرام. ها هلا دايجرام هذا مرسوم رسم. في عندنا رولز هاي مرسومه. شو معناتها يا وليد؟ انا كل درس لازم نقول له ليان. هلا لو قلنا لك وليد اعملنا برنامج نعطيك الدايجرام وانت كل الرولز تكتب لنا اياها هنا كناتشرال ستاندردز. كل بيرسون ماست هاف ذات. يعني كل بيرسون ماست هاز نيم. بيرثدي ماست هاز بيرثدي. بعدين نحكي طيب لو جينا نعمل هاي قصدي هاي لا مرام هاي قصدي اكاونت شود هاف aha should owned by should be owned by by company and or sorry or مش and or the person or owned by person or both. وهلا ما جرب. هلا verbalization هي عملية كتابة معاني المعنى اللي احنا captured يعني غطيناه ايش بالconstraints المكتوبة بالor and عملية كتابتها في ناتشرال لانجوج. وهي عادة بتكون غالبا ما بتكون نسميها سيدو ناتشرال لانجوج. يعني هي مش ناتشرال لانجوج بالضبط، هي ناتشرال لانجوج اصطناعية. يعني ما بتزبطش 100%. ف طلعوا هون شو سوينا؟ سبسمشن ايتش مانجر must be a type of person. مزبوط؟ موافقين؟ هاي each person must has at least one name. وهاي each person must has at least one birthday. اليونيكنس اللي هي هاي external uniqueness. سوري هاي external uniqueness. must have لا must has. هلا ليش حطينا has؟ لأنه إحنا طلع شايف هذا البول هذا ثابت. لاحظ هاي إيمان دكتور هاي إيمان دكتور. هلا هاي بول 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 يعني each must at least one each must at least one. هلا شو بين ايت وماس؟ بيرسون الانتيتي اللي من طرفها مش اللي من طرفها اللي مانديتوري. وبين ماست وات ليست اسم الرول مش الرول اسم الرول اللي موجود هناك. وات ليست وان اللي هو اللي بيجي بعد الوان اللي هو الطرف اللي موجود هون اتس فيكس. فمرات بنقول ايت ها يعني must has بس هي بالانجليزي must have. طيب هلا الاكسترنال يونيكنس ها كيف نسويها؟ شو قلنا؟ the combination of طيب هاي world يعني ثابت. يعني اي يونيكنس اكسترنال يونيكنس يكون كونستريان بنقول the combination of بعدين نفتح كوز نكتبهم اللي هن البيرث ديت والنيم must refer to at most one person. هلا الايكواليتي الايكواليتي اللي وين جاي؟ هاي بين تو رولز. على فكره اللي بين تو ريليشنز اذا بين تو رولز بيختلف الفيربلايزيشن تبعها. ايتش سوري هاي ايتش اها لاحظ ايتش بكتب الفاكت هاي وبكتب الفاكت هاي ايتش person works for a company. لاحظ
الان هون بولد 30 each person works for a company must must be هي مفروض بس مش دائما بي مش دائما تزبط بي affiliated with that company and vice versa. Subset اللي هي each manager who bold manages the company must works for that company. External mandatory each account owned by a person or sorry هاي غلط each account must be owned by a person or owned by a company or both. أنا في غلط must be. الاكسكلوجن اللي هو or هاي or must be owned by هاي او هاي او هاي هلا no had no account can be owned by a company and by a person. هلا هاي هذا بميز او ار ام. هاي احد صفات او ار ام انها very close to the natural language. يعني انا إذا واحد بحبش هاي لما أنت تكتبها وبدك تعمل documentation أو بدك ترجين لحدا حطوا هذول. إذا هو يعني مثلا بالبنك تورجين أنتوا مثلا قسم البرمجة صح؟ تعمل موديلين بعدين تروح تأكد منه من اللي قال لك قسم التسهيلات ولا مدير البنك ولا اللي هو أول ما أشوف بقول لك لا هاي بتزبطش. لو ورجيته بس هاي مرات بتمرق عندي بس ورجيته هذول هل هاي notice that these verbalizations can be generated automatically using fixed templates. يعني لو انت بتعمل tool بتعمل verbalization automatically. هلا ليش هذول بدنا يعمل؟ يعني the pseudo natural language is understandable for domain experts which enable them to help in modeling and the modeling process. As they can review whether rules are correct or complete or whatever. إذا بتيجي هون دوغما موديلات supports verbalization automatically for 11 human languages. الفرنسي والإسباني والإيطالي والإنجليزي والعربي والصيني والفيتنامي والروسي وال عملنا 11 لغة. يعني إذا هذا بس كيف إذا هاي إذا هون مكتوب بالعربي هو لحاله بعرف إنه عربي مثلا أو سوري أنت بتقول إنها الفيرباليزيشن دي بالعربي وهي تكتب مكتوب بالعربي بتطلع لك كل الجمل بالعربي. خلينا ننط عليها هاي مباشرة. شايف هاي بالعربي؟ أول شيء هاي بالإنجليزي. خلينا نورجيكم هاي إكزامبل. على فكرة هذا الإكزامبل أنا سويته بنفس الوقت أشوف إكزامبل فيه تقريبا كل الكونستانس اللي هو هذا يعني مش اخذنا كونسلتس كثير اللي هل في اكزامبل موجودات في كل الايه؟ هذا الاكزامبل تقريبا كل خليت شيء تقريبا ما حطيته. بيرسون works for a university, teaches a course, reviews a book, writes a book, authorized with a driving license, drives a car, affiliated with a company, works for a company, manager manages a company and so on. وإله واي وايف وهازباند وإله كوليج وسوبرفايزر وصديق يرقف وإله بيرنت وإله نيم وبيرذيت وباسبورت وكنتري وإلى آخره. ففي رولز في حتى في شيء أنا ما بدرسوش عادة في الكورس هذا اسمه رينج كونسترينز. رينج كونسترينز برضو نعمل الفيربلايزيشن. هاي الفيربلايزيشن تبعهم هذا اوتوماتيكلي جنريتد مش أنا كتبته. هلا إذا كان بالعربي الإنسان يعمل في جامعة يدرس مادة يعلق على كتاب يؤلف كتاب مخول برخصة قيادة يقود سيارة و ها كل إنسان له رقم جواز سفر على الأقل كل إنسان له تاريخ ميلاد واحد على الأقل شو بدك توتاليتي كل إنسان يجب أن يكون رجل أو امرأة. السبسيد إذا إنسان يقود سيارة فإن هذا الإنسان مخول برخصة سيارة عملناها من العرب. فهذولا فيك تشوف يعني هناك في كل اللغات وتشوف
على فكرة فيزيو أو التولز اللي تستعملوها برضو تدعم فيربالايزيشن. بس إنجليزي. بس إنجليزي. شفتوا فكرة الفيربالايزيشن اللي هو عليه من شيء؟ يعني مش علم، هو علم كعلم. أنا بسميها سكيما إنجينيرينج. مليح يعني. أنا لما واحد بيقدم لي لو أنا مدير شركة أو رئيس قسم أو الآخرين ومبرمج بده يقدم لي شغل أفهمش أوري فاني. كانها نفس الفاكس أول شيء. كانها نفس الفاكس. هذول رولز مش الفاكس. هذول رولز. إحنا هون عملنا فيربلازيشن بس للرولز. فمليح إنك لما تحط الأوري في التقرير تبعك ها تحته ايش بتساوي؟ تكتب الرولز او البزنس رولز. هاي البزنس رولز مع حاكتين لك اياها من ناتيرال لانجويج يا دومين اكسس وعامل رسم لك اياها من الاو ار ام. طيب هلا ندخل او خليني اوقف شوي.